شكرا جلالة الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية، شكرا. على الأقل طلعت أرجل من حثالات إيران وأذنابها ومن إيران ذاتها، أشبعون خطابات وشعارات متعصبة متشنجة، وما رأينا منهم إلا جماجم الملايين من العرب والمسلمين تطحن وتسفك دماء شعوب عربية بأكملها باسم فلسطين والقدس. اليوم أنت أثبتت يا ملك مملكة الأردن بأنك أشجع من هؤلاء لمجرد أنك قمت بإنزال أدوية طبية إلى أهلنا المحاصرين الذين يتعرضون لعدوان في قطاع غزة. جزاك الله خير. قد يقول قائل هم والله نسقوا مع إسرائيل، نسقوا ولا ما نسقوش، المهم الحكومة الأردنية والملك الأردني أخبر الإسرائيليين وأخبر الأمريكان بأنه أنا ما نقادر أمسك شعبي، ما نقادر أمنعهم من الدخول عبر الحدود في قبائل وفي كذا، بيفجروا الوضع. لا توغلوا بأذى غزة، لا توغلوا بدماء سكان غزة، كفى، دعونا ندخل هذه المساعدة الطبية فورا، ما لم فأنا بريء مما سيحدث في الحدود. نعم عنده أوراق ضغط، يكفي أنه عمل شيء. أنا اللي بأوراق ضغط الحوثة وحسن زميطة وإيران كذابين، هذول توعدوا أنهم بيدخلوا بحرب إذا تم اجتياح بري على غزة، ومع ذلك لم يقوموا بشيء. والله يا ملك الأردن لشسعون أعز وأكرم من أذناب إيران في الشرق الأوسط في الوطن العربي كله ومن إيران ذاتها. إي والله، وأنت أصبحت الأشرف والأنزه منهم لأنك لم تزايد باسم فلسطين والأقصى، وأنت مطبع والسفير الإسرائيلي عندك في الأردن منذ عقود من الزمن، ما زايدت ولا ذهبت بجيوشك وميليشياتك لتقتل دول عربية مسلمة باسم يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، باسم الولاية، باسم علي بن أبي طالب، باسم أم الصبيان، ويا لثارات الحسين، باسم يعني العداء ليزيد ومعاوية وبني أمية. فلله درك، أنت بخطوتك هذه فعلا تستحق الإشادة يا ملك المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا لك لأنك حركت طائرة نقل عسكرية وألقيت بالدواء والعلاج والمستلزمات الطبية لإخواننا الصابرين المرابطين في غزة الذي تعرضوا لعدوان بشع. شكرا لك. إذا كنت أنت ممن يزاهد باسم فلسطين وباسم العداء لأمريكا وإسرائيل وتقول أمريكا الشيطان الأكبر، إذا كنت صاحب شعارات مثل الإيرانيين وأذنابهم في المنطقة وقتلت ملايين المسلمين بميليشيات تسيرها وتمولها بالدول الأخرى العربية، لما كنت سأشيد بما أقدمت عليه، ولكنت لعنتك ولوحت عليك بصرمايتي. نعم، ولكنك أثبتت بأنك شريف، أنت محترم، أنا أحترمك، أحترم محمد بن زايد الذي مطبع. نعم يا أخي، طبع من اليوم إلى يوم القيامة مع إسرائيل ولا تقتلنا باسم إسرائيل، يعني الدم كله عربي والشعارات ضد إسرائيل وأمريكا، لا ما ينفع الكلام هذا. جد الجد وغزة تسحق، وحدثت عملية كبيرة هوليودية 7 أكتوبر، والجماعة جالسين يوزعوا خطابات وشعارات واستعراضات كاذبة ومسرحيات لا تغير شيء في المعادلة العسكرية القائمة الآن. ما يغيرها إلا هذولك الذي قابعين بالأنفاق، والله يعينهم، الله يعينهم، عملوا جهدهم، إنما أولئك الحثالة ما فعلوا شيء. لذلك أنا أشيد بملك الأردن على ما أقدم عليه.